في ديني الحرية. كل ما هذا دين جديد سي محمد؟ هو ليس بالدين الجديد، وإنما هو الدين الإلهي، هو دين آدم. عندما الله أعطاه حرية إلى حد أن يمكن أن يعصي الإله، فعصى آدم ربه، عندها ولدت الحرية، والحرية إلهية. يعني نفهم من هذا أنه الأديان الأخرى ما فيهاش حرية؟ الأديان دين آدم حرية، عصى آدم ربه، لكن الأديان حتى الشيطان عصى ربه طبعا، وذلك دليل إلى المقدار الذي أراده الله في الكون من الحرية، ترك الشيطان يخالفه، الله حرية.